السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. اتفضل. هل يجوز يا شيخ مصطفى أن نأكل عند ناس منها من حرام حتى ولو كانوا أقارب، يعني مثل، ونخشى من قاطعة الرحم؟ لا يعني مثل يعني حرامية يعني يسرقوا الناس؟ لا، ما لهم من حرام كمخدرات أو دخان أو ما شابه ذلك. لا يعني ماذا يعملون؟ بين لي. يعني يجلبون الدخان ويبيعونها. دخان فقط، كل أموالهم من الدخان، كل أموالهم من نعم الدخان. نعم نعم لا تفعل، لا وهم تفعل إلا وهم مضطرا. وهم وهم أقارب يا شيخ، وهم أقارب، أخشى أن تكون بيني وبينهم قطيعة رحم. أقول وبالله التوفيق، إذا كانت هناك ضرورة فقط، أو وضعت موضعا تحرج فيه، فحينئذ لا بأس بذلك عند الاضطرار لمثل هذا. وابن مسعود له فتوى في هذه المسألة رضي الله عنه، نقلها عنه إبراهيم النخعي مع الخلاف في سماعه منه، لكن هذا قول إبراهيم لنا حلاوته، عليه اسمه في فتوى مشابهة. فالأفضل لك أن لا تفعل إلا إذا وضعت في موضع تصاب فيه بالضرر أو تحدث مفسدة أعظم. السلام عليكم.